من جديد دماء سورية على مذبح الإرهاب، والهدف هذه المرة سيارة كانت مركونة في مرآب للسيارات في منطقة المزة فيلات شرقية في دمشق، والضحية مواطن سوري يضاف على قائمة ضحايا الإرهاب. خلال تواجدنا في مكان الجريمة الإرهابية، حضرت والدة المواطن الذي تم تفجير سيارته، والتي راحت تسأل بحرقة وعفوية أم عن مصير ابنها الذي طالته يد الإرهاب. مع أخته. وين هو؟ طفينا السيارة وبالمشفى مع أخته. دول أخته أبو حميد. أي مستشفى؟ ما بعرف أحكي مع أخته، أحكي مع أخته. أي مستشفى؟ وين مستشفى؟ أي مستشفى؟ المواطنون السوريون استنكروا هذا الإجرام، والذي تبين أنه لا يفرق بين سوري وآخر. شو الإرهاب؟ نحن عنا هون شو بدنا نحكي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، غيرك شو بدنا نحكي؟ يعني هي الثورة وهي الدنيا وهي الخلق وهي كل العالم كله علينا؟ شو أني مواطن سوري؟ شو ما له حق يعني المواطن السوري يعيش بحرية، ياخذ حريته؟ هي الحرية اللي بالدنيا، هي الحرية اللي طلعوا فيها، عافوا الدنيا كلها ولحقوا سوريا. شو بدهم من سوريا؟ لسه هذا الشيخ حماد والشيخ فلان والشيخ علان دعوا لهون. المعارضة اللي برا خليها تدخل لعنا لنشوفها، خليها ورجيني اياها. كل واحد رقد وراهم، كل واحد شايل لي سلاح صاير زلمة. على شو شايل سلاح انت صاير زلمة؟ مشان تسلح فلان وتضرب فلان وتقتل فلان؟ على شو؟ على شو رقد انت؟ رجع لبلدك، رجع لوطنك. هاي سوريا كلياتها عنا، كلياتها عنا، كل هالخلق والعالم كله. على شو؟ عم نقتل بعضنا؟ مو حرام؟ ما بنشكيهم غير لله، حسبينا الله ونعم الوكيل، غيرك ما بقول. باسم الحرية بكت هذه الأم ابنها الذي، وكما قال جيرانه، إن لا ذنب له إلا أنه سوري.